وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الدجال إن القرآن لا يسمى تميمة، والبيقول إنه القرآن يسمى تميمة إذا علق يعني قاد ذو المجرم. قال إبراهيم ابن يزيد النخعي رضي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، انتهى. فسمى التميمة إذا كانت من القرآن سماها تميمة، وإذا كانت من غير القرآن برضو سماها شنو؟ تميمة. والكراهة هنا كراهة تحريم، لأن السلف والصحابة كانوا يطلقون لفظ الكراهة على التحريم، مستدلين بقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر الله عز وجل في كل ذلك الشرك بالله وكبائر الذنوب العظام، والشرك أكبر الكبائر. في النهاية ربنا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالكراهة كراهة شنو؟ تحريم عند السلف الأوائل. لكن البوري الحمير أكل الجنزبيل شنو؟ ها؟ إذا كان هو بيقرأ من الكتاب غلط، باب ذكر أن الله في السماء، وذاك الترنجة يقول أيوه نعم، باب ذكر وليس ذكر يا بليد. أما التميمة من القرآن ليس شركا وليست كفرا، وإنما هي بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الله عز وجل لم يأمر بها، الله ما قال علقوا القرآن، وإنما ربنا قال نزلت القرآن عشان تقرأ وتتدبر وتعمل به، ما عشان تعلق حجاب أو تميمة، ولا عشان تشرب محاية من شيخ أو تكة أو تتبخر به. امبارح يوم الجمعة مشينا منطقة في الجزيرة، شيخ من هؤلاء من شيوخ الطرق كتل له مرة ببخرة، طبعا ببخر النسوان بالشطة، شفتوا الإجرام ده كيف؟ هذا آخر ما توصلت إليه الأباليس بتاع شيوخ الطرق ديل، بخر المرة بشطة، كتموها اثنين من الدراويش، كتموها بالبطانية ورموا لها الشطة في النار، بخروا بشطة. المرة بتقول قتلتوني عشان قال لهم ده الشيطان، لحد ما ماتت سلمت الروح وماتت تب، والله العظيم جد، والله الذي لا إله إلا غيره. وقصة مشهورة في منطقة مشانك هناك شرق الجزيرة، دل العواليك دل. فالتميمة من القرآن بدعة وليس شركا. ليه بدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علق القرآن، ولا القرآن قال علقوا، إنما ربنا نزل القرآن ليتدبروا ويفهموا يعملوا به. ربنا قال كتاب، أسمع الكلام ده ما تسمع الجوطة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ما عشان يعلقوا، عشان يتدبروا ويعملوا به. وكذلك القرآن إذا أنت لبسته هتعرك فيه وأباطك هيعفن فيه، أليس هذا استهانة بكتاب الله واستهزاء واستهتار بالقرآن، ولا ما استهتار بالقرآن؟ هو شنو؟ والله تجيني تتنجم كما نجمت من قبل، تبتلع يا ولد ولا شنو؟ تتنجم أنت والشفوت المعاك والمرأة المطلوقة البايرة بالشغلة لنا في الميكروفون، كلكم تتنجموا بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تعالى. يا مجرم يا حرامي، هسه بعد شوية بيشحد الناس، وكمان دي آخر جمعة في رمضان، آخر جمعة، عمك ده هيخم القروش والرماد بعد شوية يا سجم رماد، عرفت كلامي؟ فالتميمة من القرآن بدعة، ما قلنا شرك، وكون التميمة من القرآن بدعة ما معناته القرآن بدعة، زي ما بيكذب عليك ده ويلبس عليك، اسمع، مش القرآن ذاته بدعة، تعليق القرآن هو البدعة، كونك تعلقه دي البدعة. زي لو واحد سجد في السجود تعب، سجود في الصلاة وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات، زول بيقرأ القرآن في السجود بدعة ولا سنة؟ بدعة ولا سنة؟
بدعة. هل قلنا القرآن بدعة؟ لا، قلنا المحل ده ما بيقروا فيه قرآن. كذلك القرآن الله ما نزله عشان يعلق، فزي ما قراية القرآن في السجود والركوع بدعة، بدعة محرمة، كذلك تعليق القرآن هو البدعة المحرمة، ويؤدي إلى الاستهانة بالقرآن، لأنك بتربطه بديك لوق الفقيدة الساحر ده وبتربطه بتعرك فيه وبتفسه فيه وبتضرط فيه. بجوز؟ بجوز؟ ما يجوز. سندويتش، سندويتش طعمية تقدر تدخله جوا السروال؟ تقدر؟ سندويتش طعمية تقول لي يا مولانا والله لو دخلته جوا بعفن بالعرق. كتاب الله يديك له الساحر ده تعلق وتدخله جوا يا أخي، ما بتخاف الله يا أخي؟ وتخش بالحمام ولا الدخانة يا أخي. كلام الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، تدخل بالحمام؟ يجي المستهبل الدجال ده يبيع لك ورقة واحدة من المصحف بمية جنيه، المرة اللي فاتت باعها، والمصحف جد بثلاثين جنيه، مصحف فيه 600 وكسر صفحة ولا كم، بثلاثين جنيه، ده يبيع لك ورقة واحدة وما فيها قرآن، لكن لو فرضنا كلها قرآن يبيع لك بثلاثين جنيه، مستهبل يا دجال. ده إذا كانت تمام من القرآن، لكن والله أنا حياتي دي كلها بطارد في الجماعة ديل عباد القبور وشيوخ ديل، أي شيخ لاقينا الحمد لله يتنجم، بنطارد فيهم أكثر من 15 سنة، ما لقينا حجاب واحد اللي هو تميمة، ما لقينا تميمة واحدة كتبوها الجماعة ديل قرآن، ما في ما في، ما لاقتنا أبدا. فتحنا حجاب لقينا فيه بعرة بتاعت حمار، بعرة بتاعت حمار. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أحد التابعين على الصحابي الجليل عبد الله بن عكين وهو أبو معبد الجهني رضي الله عنه، ولقى أبو معبد رضي الله عنه لقى عيان لعله بفراش الموت، قال له يا أبا معبد ألا تعلق شيئا؟ ما تعلق لك حاجة. فقال الصحابي الجليل أبو معبد الجهني رضي الله عنه قال الموت أقرب من ذلك، يعني آخر لي أموت مما أعلق لي حاجة في رقبتي، الموت أهون من ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق شيئا وكل إليه. والجماعة ده اللي بيدافعوا عن الحجبات والتمائم ليه؟ لأنه بيجيب لهم قروش، لأنه أكل عيشهم حينقطع، تاكل السم أكل عيشهم حينقطع، عشان كده بيدافعوا بيجاهدوا، لأنه الحجبات دي بقروش ولا مجان؟ في فقير بيبيع حجاب مجان؟ حجاب بقروش ده كله أحد وخميس بيلقط 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه بيقلع من الناس، قال عنده حجبات قال بتنفع بتضر وبتجيب الرزق. يا ناس لو حجاب بيجيب الرزق الفقيد دجال الساحر ده يبيعه ب 100 جنيه ليه؟ إذا كان الحجاب بيجيب الرزق كيف يبيعه ب 100 جنيه؟ إذا كان بيجيب الرزق ما كان ياكل الحجاب ده في حلقومه ويتوكل يطير، لا يبيعه ب 100 جنيه. في حجاب بيجيب رزق؟ ما في، لأنه الفقيد ذاته اللي باعوا لك بقروش، يبقى الحجاب ما بيجيب رزق، كذاب مستهبل مجرم حرامي واحد. لو في حجاب بيحفظك من العين او بيحفظك من السلاح او من البنية او من الشلوت، ما كان الحجاب ذاته جلد لك بجلد بتاع غنماية او جلد تيس، الجلد ده بيحفظ الحجاب. فاذا كان الحجاب ذاته محتاج لجلد يحفظه هو الحجاب، معناته الحجاب ماله ما بيحفظك انت. فكذا ربنا قال ان كل نفس لما عليها شنو حافظ، وربنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومعنى الآية يحفظونه بأمر الله، فالبحفظ ربنا. قال الله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لو كان الحجاب يحفظ ربنا قال فالله خير أخير من الحجاب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن ده المجارمة، ده هم ضيعوا البنزين بتاع البلد، ضيعوا الجازولين بتاع البلد، الغلوا الاسعار، الغلوا الدوران يطير، هم شيوخ الطرق ديل وعباد القبور. ليه؟ لانه نشروا الشرك للناس، نشروا الشرك للناس. وجاء الى كطب قال الوهابيه
شبهوا الله بالإنسان كذاب كذاب، ما في حاجة اسمه وهابية لكن كذاب. نحن ما شبهنا الله كسلفيين، ما شبهنا الله بأحد أبدا، بل نقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كما قال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، كما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا؟ بتعرف أحد بيشبه الله؟ ما في، دي عقيدتنا نحن. أشبه الله بالمخلوق دين دين، هم شبهوا الله بالمخلوق، هم دين ذاتهم، بل شيوخهم قالوا نحن الله عديل، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي. كفر، زول يقول هو الواحد الأحد، كفر بالله. الواحد هو الله، قل هو الله أحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، ده واحد. اثنين، الناس ذيل دايرين يقلعوا حق ربنا يمسكوا في يدهم، وهيهات ثم هيهات. شيوخهم قالوا بدوا الجنة، شيوخهم قالوا بنزل المطر، وربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في آيات بل في كل القرآن، ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، البنزل ماء السماء المطر البنزل منه الله، ديل قالوا هم البنزلون، بل قالوا تمشي للشيخ تدفع القروش الشيخ بديك المطر، يلم فيك وهاب يقول لك ما تسأل الله، قال بدي أسأل الله والله ما بديك والله ما بديك. ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذه كقول الله تعالى إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وهنا ربنا قال وما أنزل الله، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ده الدهر اللي هو الناس، الناس توحد الله عز وجل. إذا أصابك ضر قل يا الله، إذا أردت نفعا قل يا الله، إذا أردت رزقا قل يا الله، إذا أردت صحة قل يا الله. ودين يقول لك قل يا شيخ، قل يا شيخ العلفون الأسرع من التلفون، دين تضيعوا البلد، العواليك دين دين تضيعوا الدين، دين تضيعوا الشباب، يدخلوا خلوة باسم خلوة الشيخ الفقير فلان لتعليم القرآن الكريم، تخش بجاي مسلم تطلع بجاي كافر ومشرك، تطوب القبة وتعبد الشيخ وتشرب المحاية وتتبخر بالبخرة، وإذا عدرت تقول يا شيخ فلان انجدني وأفزعني، وما تقول يا الله. ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآيات دي بننجمك بها بصلعة، بننجمك بها نجام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تعال عشان تتنجم لأنك وين؟ والله تجي هنا تمشي بدون صوفة يا صوفي، تمشي بدون صوفة. ربنا سبحانه وتعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالرجل ده مشكلته ده ريش حد قروش. اتحداك اتحداك انك تعمل حلقة من
اول للنهايه وما تشحد لك قروش. اتحداك اتحداك. اما نحن وما اسالكم عليه من اجر. حصل مره شحدنا قروش؟ الزول ده الاسبوع الفات شحد قروش ولا ما شحد؟ شحد. قال داير قروش وقال يا جماعه النفر يدفع 100 جنيه، 100 جنيه دار تعرس يا مجرم؟ 100 جنيه من كل واحد يا مجرم؟ فالحق واضح، ما دايرين منكم اي حاجه، لا نحن نازلين انتخابات، لا دايرين نبقى رؤساء جمهوريه، لا سياسيين، لا نحن تكفيريين، لا خوارج، نحن دعاة الى التوحيد الذي هو حق الله على العباد، ودايرين الناس تتوجه لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله.